سيدتي آنستي سادتي، أهلا وسهلا بكم. أدري سري معكم في حلقة جديدة. وأخيرا 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 تفتحت عبقرية شيوخ المغرب، أو شيخ المغرب السيد دكتور كمال فهمي، تفتحت عبقريته، فطالب بمعية آخرين، أشخاص آخرين، أو فقهاء أو شيوخ آخرين، تقدموا بعريضة لكي يحصوا عدد الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض مزمنة بعد أخذهم بنصائح الدكتور الفي. وأخيرا إذا فهمنا هذا المنطق، فقد نقول بأن هناك، أو كما يقولون، الساكت على الظلم ظالم، السكوت الساكت على الظلم ظالم. إذن قبل المواضيع التي فجرها الدكتور الفايد، قبلها كان هذا الشخص مقبولا، كانت نصائحه مقبولة، كان كل شيء على ما يرام. لكن لما خالف هؤلاء، لا أقول كل شيوخ، لا أعمم، لكنه لما خالف هؤلاء الشيوخ، فيجب إذن أن نتقدم بعريضة، يجب أن نفضح بأنه ليس بالدكتور المتمرس. يعني قبلا كان جيد، وبعدها أصبح من الطالحين. ما هذا المنطق؟ إذا كنتم فعلا مسلمين كما تقولون، فكان قول الحق أكان معكم أو كان ضدكم، كان عليكم أن تقولوه. طريقتكم أصبحت طريقة تهريجية، والله أصبحت طريقة تهريجية. أصابكم السعار. ليتكم أخذتم القضية بهدوء، بتبصر، بحكمة. عوض المواجهات والصراعات العقيمة التي لن يستفيد منها أي أحد. وفوق ذلك يقول الدكتور كمال فهمي بأن هذا الشخص كافر. يعني أصبحت لديكم قوة الفصل ما بين ما هو مسلم وما بين ما هو كافر. يعني أصبحت بين أيديكم، كل من خالفكم فهو كافر. إذا كنت أساند القضية الفلسطينية فأنا إذن إرهابي، وإذا تكلمت على القضية الأمازيغية وحقوق الأمازيغ في بلدي فأنا مصنف في حانة الانفصاليين. وإن لم أمشي في نفس الطريق كهؤلاء الشيوخ فإذن أنا كافر بالله، وكافر بقرآن الله، وكافر بسنة رسول الله. بوالالين، من أعطاكم هذا الحق؟ من؟ ما هي صفاتكم
أو ما هو تخرجكم الجامعي؟ أنتم أصحاب شريعة؟ أنتم خريجي الأزهر؟ أنتم خريجي دار الشريعة في المغرب؟ من أنتم؟ من أنتم حتى تكفرون الناس؟ من أنتم؟ في السابق طلب من شيخ الأزهر، طلب من شيخ الأزهر تكفير الداعشيين فرفض، فرفض رغم كل المجازر والدم والمآسي والدمار الذي خلفته هذه الحركة، الحركة الدموية، فقد رفض أن يصنفهم في حانة الكفار. ربما يصنفون في الضالين أو هم على ضلال، ولم يعطي لنفسه الحق أن يصنفهم كفار. انظروا الفرق، انظروا الفرق بين حكمة ناس متعلمين متفقهين، ناس علم لا يتكلمون فقط للكلام، فقط للتهريج فوق المنابر. شوفوا العقل ولا التبصر، ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ لما يعني عادة لما نهتم بموضوع ونعارضه بشراسة ونشيطن الشخص، فعادة يثير الانتباه، عادة يريد الانتباه، يعني من كثرة شيطنة الشخص الناس، يعني لفي انفرس، يعني الذي يقع عكس ما كنتم تتصورون أو ما كنتم تخططون له. تطالبون بوزارة الأوقاف أن توقفه عند حده، تطالبون بعريضة لتشويه، تقومون بالمنابر بتكفيره بزندقته. إذن هناك شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي. فمن الطبيعي من ناحيتنا نحن أن نقوم ونستطيع هذا الأمر، ولنكتشف بأنه ما قاله ليس بجديد، ليس بجديد. هذا الشخص الفايد لم يخترع العجلة من جديد، نفس الموضوع منذ قرون وقرون وهو موضوع على طاولة النقاش. ما بالكم؟ ما بالكم؟ ما بالكم؟ أشنو كاين؟ أشنو كاين؟ أهل الشرق أحسن منكم. أنا لما أستمع للدكتور هداية واستمع للدكتور رحمه شحرور وآخرون وآخرون، لم تقم القيامة في الشرق، ولم يقم الأزهر بزندقتهم ولا بتكفيرهم، بل كانت هناك مناقشات، ندوات، محاضرات. لم يقوموا بزندقتهم ولا بتكفيرهم، فما بالكم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ تركتم المواضيع الدينية التي هي ربما من اختصاصكم، وانتقلتم إلى مواضيع أخرى لا تتعلق باختصاصكم، لا تتعلق باختصاصكم. الدكتور فايد كفرتموه
مع أنه في المغرب هناك أشخاص عملوا أو قاموا بأعمال أكثر جرأة، أكثر جرأة، وفي نظري أقول هؤلاء الناس أكثر عدوانية على الإسلام والمسلمين. فلما قام به الذي قام به مغربي أصبح مسيحي الآن ويتجرأ على المسلمين، ما يقوم به هذاك الشخص اسمه رشيد إيلال ولا أيلال، وكيقول يعني علانية بأنه لا يصلي ولن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا فقط أقرأ عناوين ولا أعطي لمحتوى أي أهمية. لكن هذا الشخص كما قلت لكم قد فضح المسطور فيما يتعلق بحمايتكم له، حمايتكم للرقية، حمايتكم لمغتصب الأطفال والنساء، حمايتكم للظالمين، لأنكم لا تتجرؤوا لتعلمون الناس بلغة قومهم بأن الرشوة حرام، وبأنه التحرش بالفتيات في الشوارع حرام. كل يوم كل جمعة، وبأنه الأستاذ يجب أن يحترم التلميذات، وأنه حرام عليهم أن يقوم بعمل المقايضة. المجتمع بحاجة إلى هؤلاء الناس، لا لنتكلم على السياسة، للسياسة أناس مختصون بها، ولكن فيما يتعلق بالحالة اليومية الناس التي تمنع أمتنا المغربية من التقدم، لا تتكلمون عنها. كلامه على الصحابة وكلامه على السنة ليس بجديد. ما هذه البعوضة التي مستكم؟ ما بالكم؟ ما هذه الطامة؟ فأنا لما أستمع، يعني أنا كذلك أقول أوكي، أنا سوف أذهب وسأستمع إليكم وماذا تقولون. استمعت بعض، بصراحة أكون يعني صريح، استمعت بعض فيديوهات الفايد، لم أرى فيها شيئا يعني اكستراوردينار، أنه سب ولا شتم، تكلم بطريقته، لو الحق يتكلم. فهناك دكاترة من قبل قالوا نفس الشيء، لم تقوا بالساعة، فقلت سوف أقوم بنفس التمرين، سوف أستمع لكم. فاستمعت للدكتور الفهم، قول لا، هاد الشيوخ اللي مقيمين هاد القيامة هذه، طريقة تفكيرهم واجتهادهم طريقة قديمة، قلتها وأعيدها، طريقة قديمة، مبقاتش كتاكل. لما أستمع لهم لم أرى منهم أحدا قال القرآن الكريم، كلهم من بداية مداخلاتهم إلى نهايتها لا يتكلمون إلا على قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن. لم أسمع منهم قولا من القرآن الكريم. عجبا.
مثلنا مثل اليهود، عودا يتكلمون على التوراة، يستشهدون بالتلمود. وكالمسيحيين عودا أن يستشهدوا بالعهد القديم، يستشهدون بكتب كتبت بأيدي أشخاص معينين ويستشهدون بذلك. لا فرق بيننا وبينهم، لا فرق. فقال في الخطبة بالذات كان يتكلم على حق المرأة أو حق الزوجة والزوج، وقال هناك 21 حق، ما نقولها راجل يعني، 21 راجل. وبالنسبة للنساء يعني كان سبعة للرجل وسبعة للمرأة وسبعة لاثنين. قلنا بكين بس سوف نكمل يعني الاستماع. فيقول على المرأة، يقول المرأة يجب عليها طاعة الزوج. ما معنى كلمة طاعة الزوج؟ ماذا تريدون أن تقولون بكلام أو بجملة المرأة يجب أن تطيع الرجل ولا طاعة إلا لله؟ لا طاعة إلا لله. وسمعت منكم أنكم تقولون بأن رسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه لو أمرت، بما معناه؟ ما معناه؟ لأمرت المرأة أن تسجد للرجل ولا سجود إلا لله. يا بروبلام. هاد الشخصين اللي خلقا من نفس واحدة، شفت الإسلام كرمها. الإسلام كرم المرأة، قال من نفس واحدة لاثنين. لما تنظر إلى المسيحية تقول بأنه المرأة خلقت من الدرجة الثانية، من الدرجة الثانية. واليهودية نفس الشيء، حتى أنه عند اليهود كانت هناك أو ما زالت هناك عادة أن الرجال لما يستيقظون في الصباح يقومون بدعاء أو يقولون دعاء أنهم يشكرون الله أنهم لم يخلقهم امرأة. هكذا كان اليهود يدعون في الصباح، شكرا لله أنه لم يخلقنا امرأة. لكن ما دامت المرأة أخذت حقوقها فأصبحنا نتلاعب في الكلمات. لا لا لا، لم نقول هذا، فالله يعني خلق المرأة اليهودية فكرمها. يعني لما تنظر يعني مدهش لما تستمع إلى فقهاء اليهودية كيف يتكلمون، وتستمع إلى فقهاء المسلمين كيف يتكلمون، أو لهاد الشيوخ كما يتكلمون، نفس المنطق، اللعب بالكلام. فالمسلم يقول لك لا 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 لا، شوف الرجل من ضروري أنه يعامل المرأة في البيت ديالو، والإسلام كرم المرأة وهذا، المرأة الإسلام حرر المرأة. واليهود يقولوا نفس الشيء، يقول لك لا 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 لا، ربي ده هو كرم المرأة، ما يعني كلام دي الدعاء هذا ما كانش مفهوم، حتى أنه
اليهودية المسكينة، اليهودية لا يحق لها الفقه، يحق لها الفقه لكن إلى مستوى معين، إلى مستوى معين، يعني فقه التعامل في البيت، فقه التربية، فقه الصلاة، فقه هذا. أما كل ما يتعلق ب يعني مواضيع كبرى لا يحق للمرأة. نو، أنت لا تفهمين. أنت لا تفهمين. المرأة اليهودية لا يحق لها أن تدخل في مواضيع فقهية أكثر من اللازم، أكثر من اللازم. ولكن لما تستمع إلى الفقهاء ديالهم يقول لك لا، هذا تكريم للمرأة، ويجيبوا شي كلمات يعني كتدوخ الواحد، كتقول مي زون غيزون. فنفس الشيء عندنا، نفس الشيء عندنا. فقال لك يا سيدي المرأة لازم تطيع الرجل. علاش غادي نطيع الرجل؟ علاش غادي نطيع الرجل؟ علاش غادي نطيع الرجل؟ لا طاعة للرجل، لا طاعة للرجل. الاثنان متساويان في الحقوق، في الحقوق. الاختلافات البنيوية، الاختلافات الجسدية هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن في الحقوق الاثنان متساويان. سخت، الإسلام أعطى أكثر للمرأة في بعض الأحيان، صح. لكن الفقهاء يستدلون بهذا الحديث لإبقاء النساء تحت الضبط، سكمبرو، تحت المراقبة، وأن المرأة أمرت المرأة أن تسجد للرجل، هذا كلام لا أظنه، هذا رأيي، لا أظنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن واضح، القرآن واضح، فهمت؟ كل شيء يسجد لله، حتى من الموج يسجد لله. والمرأة لم يطلبها الإسلام أن تسجد للرجل. فالمرأة كل ما هو مطالب فيها حسب الدكتور فهمي أن تبقى في البيت، أن تبقى في البيت. لا لا، تبارك الله عليك، لا، أن تبقى في البيت. لا، الرجل رجل قوامة. القرآن يتماشى مع الزمن. القرآن ليس بشيء لا يتأقلم مع الوقت. هناك بعض الأشياء التي كانت في القديم، القرآن أتى لكي يتعامل حسب السياق. فالآن ماذا سيقول القرآن؟ ماذا سيقول القرآن لما نقول بأن المرأة يجب أن تذهب للمدرسة، يجب أن تذهب إلى الثانوية، يجب أن تذهب إلى الجامعة، يجب أن تعمل ستاج، يجب أن تشتغل، يجب أن تذهب إلى تخصصات. ماذا يجب أن نقول القرآن؟ ماذا؟ الدكتور فهم يقول النساء من أحسن لكم تبقوا في الدار وتكفلوا ببناتكم ووليداتكم، ولا ساليتوا مشغل وليداتكم، سمعوا القرآن وسمعوا ذاك الأناشيد الدينية أو الدعوية وكذا.
وفي نفس الوقت الرجل الذي له حق القوامة هو يخرج يقرأ ويخرج ويخدم ويتلقى مع الناس ويقبل يعني دعوات يعني في يعني دي زانفيتاسيون عند اصحاب الشركات ولا شيء طبيعي. لكن السيده تقدر هكذا نفس المنطق كالديانات الاخرى، نفس المنطق الكونترول ديال النساء كوف الدار. العجيب أنا لما المسلم تلم بزوجته مرض ويذهب إلى المستشفى، أول شيء يطالب به لا أنا امرأتي لا ينظر إليها طبيب. يعني مجتمعات الإسلامية كلها إذا كانوا كل النساء في البيوت فيناهما الدكاترة، فيناهما الممرضات. إذا مشينا المدرسة بغيت بنتي تقرأ، أينهم المدرسات المعلمات؟ من أين جاءوا؟ يعني كاينين كاتيجوري ديال البلاد خاصهم يبقوا في الدار، وين كاتيجوري ديال البلاد اللي الاسلام كيعطيهم الحق انهم يكملوا المشوار ديالهم، غير الطبيبه والمدرسه يعني حسب اختصاص هذوك اللي عندهم الحق يكملوا. لا بالانس، بقوا في الدار. ف باش نكون صريح معكم، سي فري انه كاين كثير اغلبيه ديال النساء ما كيولدوا كيتمناو انه يبقاو مع اولادهم على الأقل حتى الدخول إلى المدرسة، ماشي فقط مكان الحضانة، للمدرسة. كثير من النساء، وهذا شيء يعني طبيعي جدا، وهذا من صالح يعني من 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 الأشياء اللي خاص الحكومة هي اللي تكلف به. معناه كل النساء اللي كانوا مثلا كيشتغلوا وكان عندهم شغل ويعني وولدوا، خاص الدولة تتكلف بالسالير ديالهم الى حين العودة ديالهم الى الشغل. ماشي الشركات، لانه هذا ثقل كبير. الدولة اللي خاصها ان تتكلف بهذا الموضوع، هذا تخلص النساء حتى العودة ديال السيدة على خطرها الى الشغل. هذه الناحية دي انا متفق، لكن غير متفق ان المرأة كل حياتها جالسة. قال لك سيدي واحد مدخل سمعت يعني ان فرونسي، قال لك الى دخل الراجل وكان طالع عليه الدم وكان زعفان، المرأة عندك المرأة تعاكس الرجل، خاصة تكون يعني تبادلي الدم ديالو. لا سيدي، ما يخسرش خاطرك سيدي، برد. وخا تخسر معايا الكلام، عندي أجر، أنا غادي ندخل الجنة. أنا ندخل الجنة على بهالدل هذا؟ إلا كان طالع عليك أنت الدم، واش دخلك اخويا سميتو تدخل الدار وتخوي داك الغم ديالك على المراه ديالك؟ مالها مسكينه، ها؟ ولا كان العكس، شتو كنتي غادي دير؟ ولكن المراه ما دامت انا جالسه في البيت سو كونترول، فتقدر دير يعني كلشي اللي بغيتي على اي حال. الى بغينا كما قال الدكتور فهمي ما تسمعش التلفزيون هذوك الافلام والدوكيومونتير، نو خلي هذاك الشيطان هذاك. ما قالش الشيطان، انا كنقول يعني كاسكي فودير، خاصه تسمع يعني المواضيع تكلم غير على
كل شيء داير غير على الدين، كأنه ربي خلقنا حنا نتكلموا غير على الدين، غير على الدين. بحال النمل، بحال النمل، انت غير كنخدموا ونتكلموا على الدين، ناكلوا على الدين، نشربوا على الدين، نخرجوا على الدين، ولدوا على الدين، كل شيء كادري بالدين، فهمتي؟ دير خطوة ان با اون افون الدين، فهمتي؟ وربي عطانا الحرية التامة، عارك حرية، الحرية التامة، ها هو المزيان، ها هو الخير، اتوا توازي، اتوا توازي، بوالالين، على أي حال. فالسيدات خاصهم يبقوا في الدار ويخملوا ويلعبوا ويغسلوا المواعن ديالهم ويجفوا الدار، فهمت؟ هادشي غادي يدخلوا الجنة، هادشي غادي يدخلوا الجنة. إوا المرأة مي غادي تخمل الدار، ها صحابك الدار فيها كوا، فيها 40 شومبر، الدار هادي أغلبية ما يكونوا صغار، هي جفات الدار، هيا سميتو وكلات الأولاد، شنو دير من بعد؟ شنو غادي دير من بعد؟ يلا قولي شنو غادي دير من بعد؟ ها؟ ناخدو الكا، ناخدو الكا دان كوبل، دان كوبل، والراجل، أو لافام، ستيغل، شنو غادي دير المرا؟ شنو غادي دير المرا؟ اش غادير البرا الا ما عندهاش مثلا ما كتب الله انا تكون عندها الوليده؟ اش غادي دير؟ تهبل مسكينه هادي، غادي تهبل. يعني الاسلام ما تكلمش على الذكاء هذا، مع انه كيقول لك ما فرطنا في القران من شيء، وال توتل توتل ما خاصني لا، اوكي ما نتكلموش باش من نحلوهاش ويكفرونا بعد الناس. ف هاد السيده مسكينه كيستغيل ولا الراجل ديال دي يستغيل، بامبورت، يعني ما عندهمش لي زونفون، شنو غادي دير مسكينه في النهار كامل؟ تسنى الراجل ديالها تا يخدم، اون بلوس دو سا ماشي غادي يخدم وعندو لي ميتينغ من بعد الخدمه، خاصو ابخي يعني هاديك سيزار خاصو عندو ميتينغ جو نسي با مع دي جون جايين من لوسترالي ولا جو نسي با او. وانت المراه تسناي اون طون، فهمتي؟ شوفي مي تشوف في التلفزيون، شوفي غير لك اشياء دينيه ودوك الاناشيد الدنيويه، فهمتي؟ وعليك يعني بالصلاه، والصلاه فهمتي، بقى غير توضاي وتصلي، بقى غير توضاي وتصلي انت، فهمتي؟ تا يجي الراجل ديالك وخوى عليك الساق ديالو، وفهمتي ما كاين حتى شي مشكله، ولدي با بروبليم. سي دي نابورت، c'est du n'importe quoi. Les gens, le docteur Fahmy, ils sont dépassés, ils sont complètement hors track. Les gens, le docteur Fahmy, ils ont donné la même nature que les gens qui ont été les messieurs. Quand je vous ai dit que les rohbans sactines, mais les gens qui ont été les gens qui ont été les gens. من النساء كيدخلوا الحجاب، دوك الرهبان ساكتين، علاش؟ لما النساء كيدخلوا الكنيسه وهي لابسه المنجوب ولا مبينه مثلا لا بواترين ديالها، فهمت؟ ساكتين، مع انه القضيه واضحه عندهم كثر من احنا، هنا ما كاينش ذاك الوضوء، فهمتي؟ خلاها لينا، فهمتي؟ خلاها لينا، يعني ربي فرض علينا وخلى لنا، انت حنا اوني با دي روبو، عطانا وخلى لنا حق الاختيار، حق التفكير، انت ماشي غاديين بحال شي روبو. ف غادي يدونا لهاد الهويه هادي، انه الائمه مي يخواو المساجد، مي يخواو المساجد غادي يبداو يقبلوا بالنساء بدون حجاب ويدخلوا بحالهم بحال غادي الكنيسيه. لا ميم شوز، لا ميم شوز. الكنيسيه دازت من مرحله القسوه الظلاميه، التهديد، التخويف بجهنم، بالعذاب، بكل شيء،
أصبحوا الآن كيطلبوا غير الناس يعمروا الكنيسية. الكنائس دابا حاليا كيتباهوا على شنو ما قاديش من قلة الناس اللي كيجوا الكنيسة. فهادشي نتوما اللي فيه غادي نبي، علاش؟ لأن الخطاب ديالكم ما تبدلش، خطابكم خطاب القرن الأول الهجري، ولا خطاب فهمتي ديال القرون الوسطى، ماشي خطاب ديال القرون ديال اليوم. ديال اليوم نتوما اللي غادي دونا الهاوية. ف المرأة جلس في الدار. باش نتكلموا على الادابتاسيون، داكشي اللي كتكون هو القرآن يتكيف مع المكان والزمان. المرأة خاصة تبقى، قال لك حسب هو، ما شافش القرآن. المرأة خاصة تجلس في الدار، خاصة تسجل الراجل اللي راه يعني من كثرة الاحترام، ويعني يدير كل شيء اللي خاصو يدار باش يبقى دائما هاني وسعيد بها. فكتعرفوا بانه حاليا مع الانتليجنس ارتيفيسيال هاد التصنيع اللي كاين حاليا، يعني تصنيع يعني كل دول العالم، يعني من الدول الصناعية أغلبيتهم شدوا المصانع ديالهم ودروهم فين؟ في لاشين، فيتنام، الهند، بنغلاديش، تركيا، ياسي سويد، دارهم تما. علاش؟ باسكو لا مان دوفر إلي موان شير، لا مان دوفر إلي موان شير. ف القضية اللي كتقلب حاليا، كاين دي زوزين مثلا في ايطالي، ولا خذ مثلا غير تسلا، و توتي روبوتيزي. يعني تقريبا توتي روبوتيزي. المستقبل كيقول بانه كل الشركات او كل يعني les activités industrielles خاصو يكونوا روبوتيزي كلهم، حتى الفلاحه غادي تكون روبوتيزي. فلاحه، الصناعه، حتى التطبيب في المستشفيات ربما ما بقاوش خاصنا اطباء يعني فيزيكمون، عاد تلقاهم يعني اون بريزونس، تكلم مع الطبيب. ربما فقط حقنة واحدة من الدم تقول له كل شيء للروبو، ويعطيك يعني يعطيك الدواء، يعطيك كل شيء. هذا من الأشياء اللي هي جاية في المستقبل، والمستقبل ليس ببعيد. يعني مستقبل ما فيش الأطباء، وما فيش الأساتذة ربما، وما فيش العمال في المصانع، وما فيش حتى العسكر اللي غادي يحمل داد، ما يبقاش. فهمت؟ يعني الموضوع خطير جدا، ويشكل خطر على النظام الإنساني في الوقت الحاضر، ما في الوقت يعني الآتي. يعني السؤال الآن اللي كيطرح، أشنو غادي نعملو ببنادم؟ أشنو غادي نعملو في بنادم في حضور الآلات الأوتوماتيكية أو الروبو؟ شنو غادي نديرو؟ فالرجل أصبح حاله بحال المرأة، يعني أنه يبقوا جوجهم في الدار. يعني نظري التفكير كيفاش غادي المجتمع غادي يتبدل، ما غاديش يبقى كما هو حاليا، أنه الرجل من قبل كان الرجل هو اللي كيمشي للخدمة، ونساء كانوا مساكن جالسين في البلاد، مساكن يعني كانوا جالسين في البلاد في الدار، ولكن يقوموا بأعمال منزلية أو لأعمال ديال الفلاحة، مثلا الحصاد،
زرع وكذا. ولكن الرجل كان كيقوم بالأعمال أكثر شقاء، أكثر تعب، مثلا قطع الخشب، مثلا البناء وهذا. جت مرحلة أخرى أنه الرجل والمرأة بجوجهم دخلوا لميدان الشغل. اللي خادم القادم أنه أغلبية الناس قد يبقوا أماكنهم. علاش؟ لأنه المكانة للإنسان في المصانع، في المعامل، في الجيش، في الطب وكذا، قد يتقل، يكون الطلب قليل، يكون الطلب قليل. شنو غادي نديرو؟ شنو غادي نديرو؟ فين غادي نوصلو؟ في قضية أنه القوامة. القوامة مي تكون الدولة مثلا بحال بعض الدول حاليا، بعض الدول حاليا كتقول بأنه أنا خاصني نعطي مثلا السالير مينيموم لكل شيء، السالير مينيموم لكل شيء، خدمتي ولا ما خدمتيش كاين السالير مينيموم كارونتي. رجل ومرأة جالسين في البيت، شنو غادي يقول في القرآن في هذه الحالة هذه؟ شنو غادي يقول؟ ماشي القرآن، القرآن كلار. اش تقولوا انتوما بالاحاديث ديالكم تخرجوا لي دابا تخرجوا لي شي حاجه تقول نو نو نو، الراجل توا عنده الحق انه يجلس في الدار وحتى هو فهمتي يقوم، وفهمتي يقوم بالاعمال المنزليه. ف كل هذا باش نقول بانه موضوع ديال فهمي انه المراه تبقى في الدار، هذا موضوع كياخذوا بكل بساطه، موضوع كي ياخذوا بمنطق القرون الاولى، ماشي منطق ديال اليوم والمنطق ديال الجاي. نقول بان القران عز وجل واش ربي ما كان يعني واش يعني احتقار ديال القران انه غير قادر انه يعلم بكل ما كان غادي يجي مثلا في القرون الجايه الى نهايه العالم. القران بقدرته أنه يساير الزمان والمكان، لكن بدون تبديل في العقيدة. في العقيدة لما أسمع للدكتور فهمي ونسمع للناس اللي مع الدكتور فهمي، أسمع الخطابات ديالهم، وسورتو دكتور فهمي، سورتو دكتور فهمي، عمل يعني مقارنة. في المغرب عندنا الدكتور فهمي، وفي الجزائر كوتا عندهم، الجزائر عندهم دكتور شمس الدين، حالهم نفس المنطق. تا هما صبحوا سيدي سولني نجاوبك، سولني انا نعطيك الفتوى ديالك، والناس مساكن تا هما مهابيل، تا هما جالسين كيسولوهم يعني مخاو ما عارفين مساكن شو يديروا. ف فهمي ولا شمس الدين بالنسبة لي أنا هادو في نفسي الحالة، منطق قديم، منطق متجاوز، منطق متجاوز. الدكتور الفايد كما قلت لكم لم يأتي بجديد، أحببتم أم كرهتم لم يأتي بجديد، لم يأتي بجديد، فهمت؟ فنصيحتي لكم حتى لا نصل إلى نفس مستوى بعض الديانات، أقول لكم متي فو جور، وانظروا إلى المستقبل، وانظروا إلى المستقبل كيف سنتعامل. طريقة التواصل مع الناس من قبل واليوم شيئان مختلفان تماما. ليس من الضروري أنه فقط بأنه الشيخ يطلع المنبر أو يجي وحط له فيديو وبدي يغوت ويغوت ويغوت وقال 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 وقال، بأن الدولة غادي تقدم والشعب غادي يتقدم.
ألا أتمنى بأنه المساج وصل. سيداتي آنساتي سادتي، كنت سعيدا بلقياكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة. مع السلامة.